لطالما أحببت المحيطات، وبحكم نشأتي في فانكوفر كنت محاطا بالمياه. كان المحيط جزءا من كل رحلة عائلية. عبر حياتي كان المحيط يبدو ثابتا، غير متبدل، واسعا وموجودا دائما ليعطي. لكن مؤخرا بدأت أسمع أن المحيطات تعاني من مشكلة. صناعة المحار هنا تعاني. بداية وقبل بضع سنوات بدأوا يلاحظون أن صغار الإسكالوب تنفق. المتهم مياه البحر الحامضية القاتلة. في السنوات الماضية خسرت صناعة الإسكالوب المحلية حوالي ملايين الدولارات من المخزون بسبب ما يدعى تحمض المحيطات. نفس الشيء يحدث في الشمال الغربي للمحيط الهادئ للولايات المتحدة. أريد أن أعرف ما الذي يجري. فكرة التحمض هذه فكرة صعب علي أن أفهمها، لأن الماء لا يعطي شعوراً أنه حامضي، لا يحرقني عندما أغمس يدي فيه. ما المقصود عندما تقول حامضي أو تحمض؟ إنه ليس حمضياً، بل هو أكثر حموضة بقليل مما كان عليه، أو أقل قلوية إن أردت وضعها بتلك الطريقة. حسناً، إذن ما الذي يجري؟ أفضل العلم الذي يشير إلى أن التغير المناخي كأصل المشكلة. المحيطات تصبح أكثر حموضة عندما نصدر غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، فهو يمتص عبر سطح المحيط ليتفاعل مع مياه البحار ليغير كيمياء المحيط. إذن انبعاث الغازات من عادم سيارتي يصعد إلى الهواء ويذهب إلى الماء، وهذا يسبب التحمض. هذا صحيح بالمطلق. إذن أطلقنا ما يكفي من الكربون وأحرقنا الوقود لنغير بالمعنى الحرفي تركيب محيطات العالم، صحيح؟ من الصعب تصديق ذلك. أجل، من الصعب. من الصعب جدا تصديقه. ذلك التغير يمكن أن يؤثر على المحار والمحار الزلفي وبلح البحر. هذا صحيح. الشيء الرئيسي الذي يقوم به هو أنه يجعل من الصعب على هذه الحيوانات أن تصنع بعض أنواع القواقع. في فانكوفر هناك مشكلة حقيقية في صناعة الإسكالوب، وإذا نزلت إلى واشنطن فهناك مشكلة في استخراج المحار، بالإضافة إلى المحار الزلفي في كاليفورنيا وأماكن أخرى أيضا. دعنا نتقدم بالزمن 50 عاما. ابني يتحدث مع ابنك هنا. ربما لن يتبقى المزيد من صناعة الإسكالوب لأننا فشلنا بفعل أي شيء تجاه التغير المناخي. هذا ليس جيدا. بالتأكيد، والأمر يصبح أسوأ. فتحمض المحيطات ليس المشكلة الوحيدة. المحيطات عبارة عن أحواض. 90% من الاحتباس الحراري الذي يحدث على الكوكب يتخزن في المحيطات. هناك توجد الحرارة الناتجة عن الاحتباس الحراري. مريع. كل شخص على الأرض يعتمد على المحيطات من أجل الحياة ذاتها، والشعاب المرجانية على سبيل المثال هي عنصر مهم جدا في ذلك. وكأن الاحتباس الحراري وتحمض المحيطات تشكل ضررا مضاعفا على الشعاب في البحار المدارية. إذا توجهت إلى الحيد المرجاني العظيم فسوف ترى تغيرات كبيرة في الشعاب، وهي مرتبطة بتسخن المحيطات وتحمضها. من الصعب بالنسبة لي تخيل أن التغير المناخي قد غير من منظومة المحيطات. يجب أن أرى هذا بنفسي. أفضل مكان لرؤية تأثيرات تغير المناخي هو في أستراليا عند الحيد المرجاني العظيم. إنه أكبر منظومة شعاب مرجانية في العالم، كبير لدرجة يمكن رؤيته من الفضاء. توجهت إلى أقصى جنوبه، إلى مكان يدعى جزيرة هيرون، حيث يقوم العلماء من جامعة كوينزلاند ببحث رائد عن الشعاب المرجانية.
أوفو جولدبرغ عالم أحياء بحرية أمضى حياته في دراسة الشعاب المرجانية. أخذ يهتم أكثر وأكثر على التغير المناخي والتأثير الذي سيحدثه على الشعاب في العالم. مذهل أليس كذلك؟ إنه رائع. أشعر بالسرور دائما عندما أنظر إلى بحر كهذا بشعاب مرجاني وأسماك. الشعاب من الأعلى تخفي كل ذلك التنوع الحيوي، والطريقة الوحيدة لرؤيتها هي النزول في الماء لإلقاء نظرة. جزيرة هيرون محاطة ببعض أكثر الشعاب المرجانية الباقية على حالها في العالم. قبل أن أرى كيف سيؤثر التغير المناخي عليها، يريد أوفي أن يريني الخطر القادم. أمارس الغوص منذ مراهقتي، لكن ما سألاقيه تحت سطح المياه يسلب الألباب. الحيد المرجاني العظيم أحد عجائب الطبيعة السبعة في العالم، ويمكنني أن أرى لماذا. لم يسبق أن رأيت هذا الشكل من التنوع والحياة، أو كنت بهذا القرب إلى أسماك شيطان البحر المهيبة. أن تنظر إلى هذه الحيوانات مباشرة أمر يدعو للتواضع. أنا أدرك الآن مدى ترابط كل شيء، وعندما أتمعن أكثر أكتشف أن تلك الشعاب تدعم كل هذه الحياة وتؤمن الغذاء، المأوى، وأمكنة للاحتماء من المفترسات. تبين أن إنتاجية الشعاب المرجانية تفوق حجمها بكثير. رغم أنها تشكل أقل من 1% من أرضية المحيط، تدعم الشعاب ربع الأصناف البحرية. إن كان هذا التغير المناخي سيؤثر في الشعاب، هل ستكون كل هذه الحياة في خطر؟ المشكلة الرئيسية هي أننا افترضنا أن المحيط أضخم جداً من أن يعجز. افترضنا أن بإمكاننا اصطياد السمك دائماً، وافترضنا أن بإمكاننا أن نرمي التلوث في المحيط وأنه سيتلاشى دون أن يتراكم. لكن ما تعلمناه خلال السنوات 50 الماضية أن المحيط محدود، وأن هنالك حدود لقدرته على الامتصاص. في اللحظة الراهنة إنه يبدي كل علامات العجز. كيف يخبرنا؟ ما هي العلامات؟ إنه محيط لم يكن بهذا الدفء أو الحرارة المتغيرة لآلاف السنين، ونحن نرى تغيرات في كيمياء المحيط لا مثيل لها خلال 65 مليون عام، وإن لم يكن خلال 300 مليون عام. تلك كانت آخر مرة شهد فيها تغيراً بهذه السرعة. غالباً ما يشيرون إلى تحمض المحيطات بالتوأم الشرير للتغير المناخي، لأن تأثيره منفصل لكنه فعال جداً. بدأنا نعرف عنه قبل 15 عاماً فقط، لذا فنحن لا نعرف فعلياً سوى قمة جبل الجليد. وما هو أسوأ أنه يستغرق 10,000 عام أو أكثر لعكس التغييرات التي أحدثناها. هذا رقم مذهل. أجل. يشرح أوفي أننا قمنا بضخ كميات من ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي تفوق مضخته البشرية في كامل تاريخها. ويعرف العلماء أن هذه الكميات الإضافية من ثاني أكسيد الكربون كانت تسخن المحيطات مع بقية الكوكب. لكن ما لم يكتشفوه إلا مؤخرا هو أن ثلث هذه الكمية تنتهي في المحيطات، حيث تتحد مع مياه البحار لتشكل حمضا ممددا. وهنا يأتي الجزء الصادم، ازدادت حموضة المحيطات بمقدار 30% عما كانت عليه قبل الثورة الصناعية. أريد أن أعرفه هو ما معنى هذه التغيرات بالنسبة للمستقبل. أوفي سيشرح لي. قام هو وزملاؤه في جامعة كوينزلاند بخلق تجربة تظهر كيف يمكن أن يبدو المستقبل.
أنت تنظر إلى تجربة كنا نجريها خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، وهذه التجربة كانت تعرض أجزاء من الشعاب المرجاني لمحيطات أكثر حموضة ودفئا. هذا حوض لم نقم بفعل شيء فيه، المرجان ينمو وهنالك مرجان يتنافس مع بعضه البعض، إنه الشعاب الطبيعي المعتاد، وما نأمله أن ينجو هذا الشعاب بشكل معافى، معافى نسبيا. إذن الماء داخل هذا هو ذات الماء هناك، وهذه أصناف مرجانية موجودة هناك. تماما. وإن كنا قادرين على الحفاظ على هذه الشعاب في الماء على وضعها الحالي، أجل، إذا لم نعقها سوف تنجو. ما كنا نقوم به هو إضافة ثاني أكسيد الكربون إلى المياه وتحميض المحيطات. كنا نقوم بتسخين الطبقة العلوية، وبالطبع هذا ما فعلناه في الخزانات الأخرى. لنرى كيف سيؤثر التغير المناخي على المرجان. عرض أوفي وفريقه نفس أصناف الشعاب تماماً لمجموعة مختلفة من الظروف المستقبلية. في هذا الحوض قمنا بتغيير مستويات الحموضة فقط بإضافة ثاني أكسيد الكربون إلى الماء. اكتشف العلماء القائمين على هذا المشروع أنه رغم أنها تبدو جيدة، إلا أن عملية بناء هيكلها تسير أبطأ بكثير، وهي مصابة تقريباً بما يشبه ترقق العظام. نعم، هذا مهم، لأنه إن مرت عاصفة عبر هذه الشعاب فإنها ستتحطم بسهولة أكبر، وفيما يتعلق بنموها من جديد فسيستغرق وقتا أطول. ولهذا عندما تنظر إلى الحوض التالي حيث يوجد نفس الشعاب ونفس الأعداد من الشعاب المرجانية والأحياء الأخرى، لكنها تعرضت لاثني عشر شهرا من حرارة 39 درجة مئوية، أي أكثر بأربع درجات مما هي عليه اليوم، لذا فهو محيط أكثر دفئا. وما تراه هنا هو أن معظم المرجان ميت، والمرجان الذي نجا مبيض اللون. نعم، صادم. أجل، يخبرني أوف أن المرجان حيوان، وأنه داخل نسيجه توجد كائنات دقيقة بلون بني تشبه الطحالب، تزود المرجان 90% من الطاقة. عندما يصبح الماء دافئا زيادة، يطرح المرجان هذه المتعضيات ليصبح أبيض شاحبا. هذا هو قصور اللون. المرجان ما زال حيا، لكن إذا لم تعد الظروف طبيعية بسرعة، قد يموت المرجان بسبب الجوع. والشيء الآخر الذي يحصل عندها هو أنه ستسيطر عليه البكتيريا الزرقاء والعفن الغروي. إنه قبيح جدا. إذن قمنا بتغيير الحموضة، قمنا بتغيير الحرارة، لكن ماذا يحدث عند تغييرهما معا؟ يا إلهي، هذا يبدو كالموت. صادم جدا، صادم بالفعل. ستجد أنها هشة جدا إذا لمستها. نعم، المرجان تتحطم كذلك حتى بعد أن يموت المرجان. صحيح، الهيكل الذي يبقى يأكله الماء. بالتأكيد، الشيء الذي لا نراه لم تضفه، بل تلاشى. لقد تلاشى، تلاشى. إنها الرمال. صحيح، كما نعتقد أنه سيستغرق زمنا أطول. أمر مرعب. أجل، إنه مرعب. أعني هذا مشهد صادم يأتي من هنا. أعلم، إنه كذلك. هذا ما يحدث. إنها تجربة مؤثرة بالنسبة لي كعالم أن أنظر إلى هذا وأدرك أن الحيوان الذي أدرسه لن يكون جزءا من المستقبل. ذلك المستقبل نحن نصنعه حاليا. استمروا بضخ ثاني أكسيد الكربون وهذا ما سنحصل عليه. في بيئة كهذه هل ستنجو جميع أسماك الشعاب المدارية الجميلة التي هي أساس السلسلة الغذائية؟ الكثير من الأصناف ستصبح إما نادرة جدا أو ستنقرض. علينا أن نزيل الكربون في العقود القليلة القادمة أو سنواجه أسوأ الأوقات. هل هذا ما يحمله المستقبل؟ الفرق بين الشعاب المزدهرة التي غصت فيها والركام الطيني الذي رأيته للتو؟ هذا مرعب. عندما ننظر إلى هذه المحيطات بحالتها الأصلية، من الصعب أن نصدق أن البشر لوحدهم استطاعوا إحداث هذا التغير الجذري على شيء واسع ومغل في القدم. لكنني تعلمت ألا أنخدع بالمظاهر السطحية. المحيطات أكثر حساسية وهشاشة مما تبدو عليه، خاصة الشعاب الحاضن لكل تلك الحياة. من الواضح أن الوقت آخذ بالنفاد، وسؤالي هو كم تبقى من الوقت؟ تبدو كأنها تعاني من اضطراب عميق جدا هذا العام. نعم،
إذن حتى حدث الابيضاض هذا، كم فقد من شعاب العالم؟ في الكاريبي فقدنا حوالي 80% من الشعاب منذ السبعينيات. مهلا، 80% من الشعاب المرجانية في الكاريبي ذهبت فعلا؟ صحيح، أعتقد أنه يمكننا القول بثقة أننا ربما فقدنا حوالي 40-50% من الشعاب المرجانية على الكوكب خلال 50 عاماً الماضية. في غضون 20 أو 30 عاماً لن يتبقى المزيد من الشعاب المرجانية. لنكون واضحين، إن وصلنا السير على الدرب الحالي، إن تابعنا ما نقوم به الآن، ستنتهي الشعاب المرجانية من الوجود بحلول منتصف هذا القرن. أجل، بحدود 35 عاماً من الآن، لأننا نفرض من الإجهاد عليها أكثر مما نستطيع العودة عنه. أنا آسف، هذا مذهل. هذا مذهل. قد اعتدت عليه. لا، من المذهل أنك اعتدت عليه. لا، أعتقد أنه يوجد القليل من إجهاد المعركة بين العلماء الذين يحاولون إيصال هذا إلى الناس، أن الشعاب المرجانية مهددة بشدة بخطر الزوال. ما رأيته بعدها جعلني أدرك كم الخطر قريب. الصور الواردة من الأجزاء الشمالية من الحيد المرجاني العظيم تظهر بيضاضا واسع الانتشار بدأ بالحدوث. هذا أسوأ بكثير مما اعتقدته. في بعض المناطق هناك أجزاء من الشعاب ماتت بالفعل، وقد حل محلها العفن الغروي الذي مستقبلية. واحدة من عجائب الطبيعة السبعة تختفي أمام أعيننا، ومعها المنظومة التي تدعم ملايين المخلوقات البحرية. يبدو أن الأمل معدوم. هذا صادم جدا. الذي يبدو مأساويا في هذا هي أنها مهمة للوجود البشري كذلك. الشعاب المرجانية تدعم 500 مليون إنسان على امتداد الكوكب. ما عليك سوى الذهاب إلى الفلبين لرؤية الناس يعيشون شبه يائسين على منظومة بيئية آخذة بالزوال على طول الشريط الساحلي. إنها قضية حياة أو موت. اكتشفت لاحقاً أن 93% من شمالي الحيد المرجاني العظيم قد تأثر بالابيضاض. ومن غير المعروف كم سيتعافى منه. من المدمر أن أعرف أن أولادي لن يروا أو يختبروا هذه الشعاب. لكن ما أنا مقبل على إدراكه هو أنه ليست المخلوقات البحرية وحدها في خطر، فالبشر سيعانون أيضاً. سأتوجه إلى الفلبين، إلى منطقة تعرف بالمثلث المرجاني، حيث يعتمد الناس على الشعاب المرجانية منذ آلاف السنين. تعتبر الشعاب المرجانية في أجزاء من العالم حبل نجاة. في الفلبين من السهل أن ترى المحيط يعطي. إنه ليس مجرد طعام ومصدر دخل، إنه نمط حياة. تقع الفلبين على رأس المثلث المرجاني الذي غالباً ما يشار إليه بأمازون البحار. تحتوي هذه المنطقة على أغنى المحيطات بتنوعها الحيوي في العالم. تعيش كميات هائلة من الأجناس البحرية هنا، ويوجد أنواع من المرجان أكثر من أي مكان في العالم. جئت لأعرف المزيد عن العلاقة بين البشر والشعاب المرجانية.
إذن ها نحن ذا؟ هذا سوق السمك، حسناً؟ ريني هونتريال مدرب غوص ومدرس اقتصاد في جامعة سليمان. لديك سمك سنابر، لديك سمك جاك وقشريات وبعض التونة. أنت في غاية الأناقة. شكراً. هذا لطيف. قلت إن الأسماك تشكل 80% من الغذاء هنا لأصحاب الدخل المنخفض والمتوسط في كل يوم. كل المدن تقوم بهذا الشيء. كل صباح لديك هذا. نعم، مذهل، رائع، رهيب. لم تبلغ الساعة 7 بعد والسوق مزدحم. يقول ريني إنه سيكون بهذا الشكل طوال اليوم. من الواضح أن الطلب على الأطعمة البحرية مرتفع، لكن الأشياء تتغير. كنت تقول أن صيادي السمك يقول أن هذه الكميات أخذة في التضاؤل، حصيلة الأسماك تصبح أقل. حجم الأسماك يصغر وحصيلة الصيد أقل ويصعب الحصول عليه. ليس ذلك فقط، لكن نوعية الأسماك المتوفرة في السوق تتغير أيضا، خاصة هذه. إنها نحيلة وصغيرة جدا، لكنها زهيدة الثمن. قبل 5 سنوات لم تكن لترى هذا. كانت من الأشياء التي يتخلص منها صيادو السمك أو يأكلونها هناك. يأكلونها؟ لم يكن هناك أي جدوى من إحضارها. لا، لأنه لن يشتريها أحد. أها. يقول ريني إن الصيد الجائر والتلوث يحدثان خسائر كبيرة، لكن التغير المناخي يهدد تفاقم الأمور كثيراً. وكل هذا يزيد الضغط على الشعاب في مكان يعتمد عليها. ما عدد الناس الذين يعيشون حول الشعاب المرجانية ويعتمدون عليها بتقديرك؟ الناس الذين يعيشون على الساحل في الفلبين حوالي 64 إلى 65 مليون إنسان، وقسم كبير منهم تحت خط الفقر. إذن في حال نفاد المخزون لن يتوفر مصدر آخر للبروتين. لا يوجد مصدر آخر. لا مصدر آخر، وتلك نقطة مهمة، لأن مساهمة الشعاب المرجانية أو المنظومة البحرية في اقتصاد الفلبين هي شيء بحدود مليارات الدولارات. نحن نتحدث عن الفلبين فقط هنا. عندما تنظر إلى المستقبل وتفكر بالتغير المناخي والتأثيرات على حصتك الصغيرة من الفردوس هنا، ما مخاوفك؟ ما الذي يقلق نومك أثناء الليل؟ أخشى أن لا تبقى أي شعاب مرجانية. عندها لن يتبقى أي أسماك، وستنتهي السياحة، ولن يتوفر الغذاء لستين أو 70% من الناس. تتحدث عن أزمة لستين بالمئة من سكان الفلبين؟ نعم. هذا مريع جداً، هذا هائل. أخشى أن الناس لا يأخذون الأمر بتلك الجدية. إن كان ما رأيته في أستراليا متجهاً إلى هنا، فريني محق في مخاوفه. يريد ريني أن يريني بعض شعاب الفلبين الشهيرة، حيث يأخذني إلى موقعه المفضل للغوص، جزيرة أبو. تضم المحمية البحرية هنا بعض أكثر الشعاب صحة في البلاد. محمية من الصيد الجائر والتلوث، تحمي المحمية الشعاب من بعض الاعتداءات على البحر على الأقل. الشعاب في الفلبين جميلة قدر تلك التي رأيتها في الحيد المرجاني الكبير، لكن هنا أنا أنظر إليها بعين مختلفة. إنها مصدر غذاء ليس لكل الحياة البحرية هنا فقط، بل للناس أيضا. في الهدوء المطبق أنا مذهول من الضخامة. ليس مستغربا بأن الجنس البشري نظر إلى المحيط كما لو أنه سيستمر إلى الأبد، لكن هناك مسبقا علامات على أن الأشياء في تغير. وبعد رؤية شعاب مرجاني مزدهر في معظمه، يأخذني ريني لشيء آخر. قبل 5 سنوات مزقت عاصفة المحمية المحيطة بالجزيرة، وهذه هي النتيجة. مهم
مليئة بالابيضاض، كانت الشعاب المرجانية عرضة للأذى أكثر من أي وقت مضى، وفي ساعات انمحت تشكلات مرجانية استغرقت آلاف السنين لتزدهر. لست قادرا على نسيان سيناريو أحواض أوفي المستقبلية. هذه التنبؤات القادمة تبدو حقيقية. هل يمكن أن يكون هذا مستقبل الشعاب؟ لا شيء عدا الركام وبضعة بقايا صغيرة تذكرنا بالحياة والجمال التي وجدت هنا ذات يوم؟ هل كان ذلك المستوى من الدمار دائما جزءا من المنظومة البيئية المحلية؟ أم أن ذلك شيء جديد أن ترى ذلك الدمار لشعاب بأسرها؟ يمكنني القول أنه بدأ يتسارع ليصل ذروته في الخمس سنوات الماضية فقط. الشعاب تتأثر بهجوم تشكيلة من أشياء مختلفة، لذا يصبح المرجان أوهن وتصبح العاصفة أقوى. صحيح. هلاك كامل تحت الماء. صحيح، وهذه مناطق محمية وهي أكثر معافاة من معظم الشعاب الطبيعية، وقد مرت عليها أوقات صعبة أدت لذلك الضرر. وتخيل البقية، ما بالك بالأخرى؟ عودة للجزء الذي رأيناه، كم يستغرق ذلك من الزمن لينمو؟ عقود، قرون، مقابل انمحاء تشكيلات مرجانية في ساعتين؟ يمكنني القول قرون. يا إلهي، إنه كاف ليجلب الدموع إلى عينيك. يكفي القول بأنه محبط جداً أن تعرف أنه لا يوجد أي فرصة لعودة ذلك أثناء حياتي أو حياتك أو حياة أطفالك، لأننا على بعد مئات السنوات من عودة تلك القطعة من المنظومة البيئية إلى حالة التعافي. صحيح؟ إنه شيء يؤثر على الجميع، ليس الأمر مجرد مجموعة أسماك ستختفي، إنه أكثر من مجرد صور جميلة على بطاقة بريدية. نعم، ذلك الدمار هناك لا يمثل دمار شعاب مرجانية فقط، بل عائلات. صحيح، في ورطة. نعم. شكرا على استقبالنا، أنا ممتن. Salamat kaya sinon, ha? Jer. ما يحبطني هو أن أولئك الأقل مساهمة في إحداث التغير المناخي هم أكثر من سيعانون منه. لا أستطيع تجاوز السؤال حول ما سيحدث لجميع هؤلاء الناس في جميع هذه البلدات في كل أرجاء هذه المنطقة عندما سيختفي مصدر غذائهم ودخلهم ببطء. بينما كان الناس في الفلبين نياما، ما كان يفترض به أن يكون عاصفة صغيرة اشتد بسرعة إلى إعصار هائل، والآن مع فوات الأوان على الاستعدادات فإن احتمالات الكارثة قد تكون وشيكة. بالعودة إلى فندقي صدمت بالأنباء التي تتحدث عن إعصار من الدرجة الرابعة يتقدم بسرعة نحو الفلبين، ويتم إخلاء حوالي مليون شخص من منازلهم، وهناك إمكانية لحدوث دمار واسع. نتحدث عن الاحتباس الحراري، وأكثر مياه العالم دفئاً في الوقت الحالي هي مقابل سواحل وسط الفلبين. انظروا، ديسمبر شهر هادئ، لكن آخر عدة سنوات مع الاحتباس الحراري، ديسمبر 2011، 12، 14، والآن 2015. التفكير بأن كل هؤلاء على وشك أن يصبحوا مشردين أمر مرعب، وبينما تسخن المحيطات ستصبح عواصف كهذه أشد قوة. هذه العواصف لن تعيث دماراً على اليابسة فقط، بل تحت سطح الماء أيضاً. صحوت لأرى اكتساح الإعصار نونا لأرجاء الفلبين. إلى الشمال منا تضررت الشعاب المرجانية، دمرت البيوت وفقد أكثر من 40 شخصاً أرواحهم. أردت التحدث مع شخص بإمكانه إخباري عما يعنيه هذا الدمار الآن وفي المستقبل للناس المعتمدين على المحيط. رأينا العاصفة تمر إلى شمال من هنا خارج الموسم التقليدي للأعاصير. صحيح، ومرت بنا عاصفة شديدة. كان الأمر كذلك في البضع سنوات السابقة. لم يكن هناك إمكانية للتنبؤ؟ لا إمكانية للتنبؤ. لورا ديفيد من رواد علماء البحار في الفلبين وجزء من فريق علماء دولي يركز على التغير المناخي.
بالجمع بين التسخين والتحمض ضد خلفية من السكان تستمد معظم غذائها من البيئة المحلية والشعاب المرجانية المحلية. إما أنك لن تتمكني من العثور على غذائك حيث اعتدت العثور عليه، أو أنه سيختفي تماما. أجل، لا أعتقد أن الناس يدركون مدى جسامة ذلك، لأنه إذا لم نستطع الحصول على بروتين غذائنا من البحر يجب زراعته. سنبدأ بذلك، لكننا لا نملك الأراضي الكافية. هناك بعض القضايا الأمنية الخطيرة المتعلقة بذلك. بالتأكيد، لأنه حالما يجوع هذا الجزء من العالم، أعني أين سنذهب؟ إذا تجولت حول المثلث المرجاني وجميع الدول التي تعتمد على الشعاب المرجانية كماليزيا وإندونيسيا، ستواجه المشكلة ذاتها. تتحدثين عن مئات الملايين؟ حوالي 380 مليونا إنسان. أجل، أعتقد أن ذلك متعلق بفضاحة الثمن إن لم نوقف ما نقوم به. لا أقصد السخرية، لكن يبدو ذلك صادما. إنه مريع ومقرف. كل ما فعلته في حياتي يساهم في ذلك بطريقة ما. أجل، وأمل أن بعض الأشياء التي أفعلها في حياتي ستساعد في تخفيف ذلك، لكن يبدو أننا تجاوزنا عصر الخيارات البسيطة. كان بوسعنا القيام بذلك بلطف. علينا أن نحدث تغييرا أكثر جذرية إن أردنا الحفاظ على حياة أنا أستمتع بعيشها بالفعل، وأرغب أن أنظر إلى وجه أبنائي ذات يوم دون أن أشعر بالذنب لما عندي للكوكب الذي أعطيته لهم. أجل، تمر أيام تكاد تشعر فيها بالعجز بأنك لن تستطيع فعل أي شيء حياله بعد الآن، لكن عندما أنظر للأجيال القادمة فهم أكثر إدراكا. هناك أمل، أنا أتضرع أن يكون هناك أمل، وهذا ما يجعلني أستمر. هل أنجب أطفالا؟ إن كان بإمكان أطفالك المساعدة نعم، لما لا؟ مذهل. إن كان هناك المزيد من العقول العظيمة والقلوب الرائعة، إن عرفنا أين يفترض بنا الذهاب يمكننا أن نحدث فرقا، لكنه يجب أن يحدث الآن. أعتقد أننا نظن أنه لا بأس بعشرين عاما من التأخير. نعم، والأمر ليس هكذا. صحيح. إذن أنا متجه إلى مانيلا، ومن أعلى الأجواء أفكر بما يحدث على الأرض. ملايين الناس يصطادون السمك، يشترون الصيد من السوق، أو يأخذون قوارب السياح في البحر. وهذا ليس هنا فقط، يحدث في كل أنحاء المثلث المرجاني. أين سيذهبون إن اضطروا للمغادرة؟ تمتلك الفلبين، إندونيسيا، ماليزيا، بابوا نيوغينيا، جزر سليمان، وتيمور الشرقية تعداد سكان يقارب 384 مليونا. وبالمقارنة، سوريا في أكبر أزمة لاجئين في العالم، كان تعداد سكانها قبل الحرب 23 مليونا. كيف ستستجيب الحكومة هنا لتهديد لسكانها يبدو بهذه الضخامة؟ وماذا قد يعني لبقية العالم؟ لأجيب سألتقي بشخص ما من الحكومة الفلبينية. لورين ليغاردا، عضو مجلس الشيوخ المعروفة بسجلها في الدفاع عن البيئة، سفيرة الأمم المتحدة للتغير المحيطات وتسخن مياهها ونقص مخزون الأسماك والدرجة الهائلة من التقلبات التي يمكن أن تحدثها. هناك فرصة لحدوث مقدار هائل من الهجرات البشرية، صحيح؟ الجواب نعم، وهنا لديك مفارقة. اعتدنا على وجود وفرة غير محدودة في البحر، لكن الآن بسبب الصيد الجائر، التسخن والتحمض، كل هذا يشكل تهديداً لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان أريافنا. ومسألة التغير المناخي بالنسبة لنا في الفلبين هي قضية أمن قومي، هي ليست مجرد قضية أمن بيئي، إنها تؤثر على كافة أوجه حياتنا. وهل تعتقدين أن أوان قد فات؟ ليس كثيرا، يجب أن لا يكون أحد بهذه الإنهزامية ليقول فات الأوان. يتطلب الأمر إجراء مناخيا ملحا لنبتعد عن الوقود الأحفوري ونفرض ضريبة الكربون على استهلاك الفحم. هذا يجب أن يأتي من كبار الملوثين، وأعني تحديدا الصين، الهند وأمريكا، الذين يطلقون أكثر من 50% من انبعاث غازات البيت الزجاجي في العالم. هل المصدران الرئيسان يقومان بما فيه الكفاية لتخفيف الانبعاث؟ لا،
ولن يكفي أن يخففوا انبعاثاتهم، يجب أن يساعدوا البلدان الأخرى أيضا بما فيها البلدان الأكثر عرضة للضرر والدول النامية أو الأقل استهلاكية التي هي غير مصدرة للانبعاثات كالفلبين تعاني أكثر من الجميع. نحن متداخلون جدا، سواء كان المحيط في جانبك أو كان في جانبنا. إنها نفاياتك التي يجب ألا تصدر إلى أي بلد نام أو إلى أي مكان. أصاب بالإحباط أحيانا عندما لا يفهم الناس سبب ضرورة القيام بهذه الأشياء، لأننا في غرفة طوارئ ويجب علينا ألا نهدر الوقت. المحيط هو حبل النجاة لكل البشر على الأرض. المحيط الشاسع العميق يعطينا الأكسجين، الغذاء، ودرجة الحرارة التي يمكن أن نبقى أحياء من خلالها. إنه رمز الهدوء، الشيء الذي نتأمله لنزيح مشاكلنا بعيداً. تقدم البحار الكثير، ولا يوجد مكان يوضح هذا أكثر من هنا. المحيط يربطنا جميعاً. إلى الولايات المتحدة. غالباً ما تبدو هذه الأشياء بعيدة جداً، سواء في الزمن أو في الجغرافيا. لكن في الشمال الغربي للمحيط الهادئ، فإن صناعات المحار ما زالت تعاني حتى الوصول جنوباً إلى سان فرانسيسكو. في مين هناك تقارير مشابهة عن تضاؤل في تجمعات المحار، ويؤدي تسخن المحيط إلى ابتعاد الكركند عن سواحل كونيكيتكت وجزيرة رود لينتقل شمالاً، مدمراً الاقتصاد المحلي المعتمد عليه. أكثر ما يقلقني في فلوريدا، حيث لم يكن من المفترض بتحميض المحيط أن يحدث أثراً هناك لخمسين أو ستين عاماً أخرى، لكن العلماء في جامعة ميامي يكتشفون أن شعب المرجان تتحلل بإيقاع سريع. تحمض المحيطات وتسخنها، إنها تحدث هنا في مواجهة المعلومات التي تقول إننا نغير محيطاتنا للأبد. ماذا سنفعل؟ سأتحدث مع شخص يستطيع إخباري إن كان هناك حلول. الدكتورة سيلفيا إيرل واحدة من أهم علماء البحار في العالم، تمارس الغوص منذ الخمسينيات وحطمت أرقاماً قياسية في استكشاف أعماق البحار، وهي أول عالمة امرأة تترأس الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي. على مدى سنوات كانت شاهدة على بحار تتغير جذرياً، وكرست حياتها للدعوة لحمايتها، منددة بممارسات الصيد المدمرة وتلويث المحيطات. ربما تقدم طريقاً للمضي قدماً. ليكون صادقاً، أنا محبط جداً. لم أعتقد أنه سيكون بالسوء الذي هو عليه. من السهل أن تصاب بالإحباط. الحقيقة أننا غيرنا من طبيعة الطبيعة. لقد أخذت 4 مليارات عام ونصف من التغيير لجعل الأرض مناسبة لأمثالنا، لكننا صدعنا خلال عقود أسس المنظومة الداعمة لحياتنا. ورغم جميع الأشياء التي رأيتها، ما يزال من الصعب بالنسبة لي أن أنظر إلى المحيط، ذلك الامتداد الشاسع الذي نشأت عليه طيلة حياتي، وأدرك أن أفعالي يمكن أن يكون لها تأثير ذو معنى. اضرب أفعالك ب7 مليارات، ويجب أن ندرك أننا مرتبطون كلياً بالعالم الطبيعي، وأن أعلى مسؤولياتنا يجب أن تكون الاعتناء بالمنظومات التي تعتني بنا. إذن ماذا بوسعنا أن نفعل؟ كيف يمكننا تخفيف تأثيرات ما شاهدته؟ كلما ازداد ما ندمره من الطبيعة، كلما ازداد تسارع حدوث التسخن. لذا عندي خريطة هنا تظهر مجتمعات حول العالم قدموا تعهدات تقول نريد أن يكون هذا المكان محمياً، مواقع الأمل. بواسطة منظمتها ميشن بلو، خلقت سيلفيا شبكة عالمية من مواقع الأمل، وهي مناطق في المحيط محددة لحماية خاصة.
والكثير منها قد أصبح محميات بحرية مصانة من الصيد والتلوث. بدأت الدراسات العلمية تظهر أن أنواعا محددة من الحيوانات البحرية قد تكون قادرة على التكيف مع ضغوطات التغير المناخي، وهذه المناطق تقدم أفضل الفرص المتاحة. لكن حتى الآن 4% فقط من المحيط هو المحمي. الجزء المحمي من المحيط الآن هو أكثر بقليل مما كان عليه قبل بضعة أسابيع، والاتجاه واعد، وقد ربط الرئيس أوباما بين حماية جزء كبير من المحيط الهادئ والتغير المناخي. في سبتمبر 2016 قام رئيس أوباما بتوسيع محمية بابا هاناما كوكيا البحرية قرب هاواي. سوف تكون محمية وتسمح لنا بحفظ ودراسة المنظومة البيئية الهشة المهددة بالتغير المناخي. وبفعل هذا يكون قد خلق أكبر منطقة محمية على الكوكب، أكبر من مساحة المحميات الوطنية في الولايات المتحدة مجتمعة. كل هذه الحماية تبدو رائعة، لكن لا أرى كيف ستؤدي أي من هذه إلى وقف تحمض وتسخن المحيطات. كيف يمكن لهذه من حيث المبدأ؟ كيف يمكن لهذه المحميات البحرية أن تؤثر على التغير المناخي؟ الحقيقة هي أنها لن تستطيع وحدها. نحن على مفترق طرق، ومهمتنا الآن مع ثاني أكسيد الكربون المرتفع هي كيف نوقف تدفق ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي. إذا وضعنا ثمناً على استهلاك الكربون يجعل الناس يقولون الطبيعة ليست مجانية. إذن كيف سيفيد ذلك مباشرة أو يؤثر على حالة تعافي المحيطات؟ الشيء الرئيسي هو أنه يجعل هؤلاء المولدين لانبعاثات الكربون حارقي الوقود الأحفوري بكميات كبيرة أن يفعلوا شيئاً حيال ذلك. تخبرني سيلفيا أن الحل الوحيد الحقيقي لتسخن المحيطات وتحمضها هو أكبر الحلول على الإطلاق لكل المشاكل، التخلص من الكربون. وفرض سعر على التلوث بالكربون سيشجع الناس والشركات على خلق كميات أقل منه. مع كل التراجع الذي شاهدته طوال فترة حياتك، ما الذي يخرجك من سريرك كل يوم؟ كيف ستتعاملين مع كل ذلك وتندفعين إلى الأمام؟ حسناً، لسبب واحد، أنا لدي أبناء وعندي أحفاد، بإمكاني أن أرى العالم بعيونهم إن استمرينا بفعل ما نفعله. يسألني الناس ما أكبر المشاكل التي تواجه المحيطات اليوم. المشكلة الكبرى ليس فيما نضعه فيه أو نأخذه منه، إنه الجهل، إنه الجهل. في المحيطات لا يوجد شيء عديم الفائدة. كل هذا جزء مما يجعل المحيطات تعمل. أهم ما نستخرجه من المحيطات هو ليس النفط وليس الغاز ولا الأسماك، إنه وجودنا. نعرف أن بوسعنا أن نتغير، ويجب أن نتغير. لا يمكننا الاستمرار في استهلاك العالم الطبيعي وأن نفلت بفعلتنا هذه. لا نستطيع ذلك. علينا الاهتمام بالمحيطات، ويمكننا فعل ذلك. ذهبت في هذه الرحلة سعياً لفهم المزيد عن المحيطات التي لطالما أحببتها، وقد عرفت عن الأزمات أنها معقدة وساحقة. كل خلية من وجودي الآن تريد أن تكون جزءاً من الحل. سأكافح لفرض سعر على الكربون، وسأذهب في حملات مع مجموعة حماية المحيطات أوشيانا للمساعدة في تثقيف الناس حول أهمية المحيطات، وسأكافح الجهل الذي قالت سيلفيا إنه كان أكبر التهديدات لوجودنا. مذهل! يا إلهي! إنه جزء صغير من الحل، وسأفعل المزيد. سيكون لدينا دور لنلعبه. فما هو دورك؟